السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الويب أو تنسيق صفحات تطبيقات الويب باستخدام الكاسكيد ستايل شيت أو سي اس اس، واللي هو جزء من مسار الويب الشامل اللي احنا عاملينه على القناة بتاعتنا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن المنيوز، والنهاردة هنكمل كلامنا عن المنيوز بس هنتكلم عن الهوريزونتال منيوز، فخليكوا معانا. تعالوا نمسح الشغل اللي كتبناه الحلقة اللي فاتت دوت اهو في المنيوز، ماشي. وتعالوا اول حاجة احنا عاوزين نعملها هي ايه؟ عاوزين نعمل سيكشن خاص بالمنيو، ماشي، بحيث يبقى ثابت مثلا في سقف الموقع بتاعنا، ماشي. طالما هتعمل سيكشن على طول من غير اي تفكير هنعمل ديف. الديف دي مثلا ممكن نديها اي دي ونقول ده مثلا ده النافيجيشن منيو، ماشي اهو. اوكي نيجي هنا السيلكتور بتاعنا نستخدم ايه؟ النيف اللي هو ايه؟ الاي دي بتاعنا، تمام كده اهوت. يبقى احنا كده عملنا، بدأنا اول خطوة في الخطوات بتاعتنا ان احنا عملنا ايه؟ سيكشن خاص بيها، ماشي. هنيجي بقى نعمل للسيكشن ده تنسيق، ممكن نخلي مثلا ايه الباك جراوند كولر، نخليه مثلا حاجه تانية، ممكن دارك جرين، ماشي. وبالنسبه للارتفاع، لا مش انهيرت، نخليه مثلا 35 بيكسل، ماشي. والفونت سايز عشان نعممه مثلا 25 بيكسل، والفونت وايت هنخليه بولد، اوكي. والفونت بتاعنا ممكن يبقى، والفونت فاميلي بتاعنا ممكن نستخدم حاجه زي مثلا ايه، مثلا تايمز نيو رومان سان سيريف، حاجه زي كده، اوكي. ده كده انا عملت ايه؟ بس النافيجيشن اللي هيتحط فيها الكود بتاعنا او السكشن اللي هيتحط فيه الليستة بتاعتنا. تعالوا بقى نرسم الليستة بتاعتنا. هنعمل كده هوت ونحط هنا unsorted list، ماشي، ونحط جواها مجموعة من ال li، ماشي. هنقول هنا 1 2 3، الاول نحط جواها الانكر او الهايبر لينك، تمام كده هوت. وناخدها هم احنا عايزين مثلا ايه 4 منها، كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في، واول واحده تبقى هنا هوم، ثاني واحده تبقى مثلا ايه لينكس، ثالث واحده والاخيره اوكي، تمام كده اهوت. هنيجي بقى نعمل لها التنسيق بتاعها، فهنيجي هنا ناخد الناف. طبعا انت دايما خلي السيلكتور بتاعك لو في حاجه تستحق انك تخصصه بخصصه، فانا هنقول له هنا الناف جوه السكشن دوت عاوزك تروح لكل ايه الانسورتد ليستد اللي جواه، اللي هي ايه اللي هتبقى المجموعه بتاعتنا، اوكي. وهبدا بقى احط له مثلا هنا بيدنج، واقول له مثلا هنا زيرو بيكسل، وهنا مارجن هنقول هنا زيرو بيكسل، وهنخد هنا على الليست ستايل و ليست ستايلز، انا اسف، تايب، وهنقول له هنا نون، مش عايز ليست الستايل اللي هي النقط اللي احنا كنا عارفينها ديت. وهنقول له مثلا هنا التكست الاين هيبقى ايه سنتر، تمام كده اهوت. هنيجي هنا نعمل ريفريش، ادي المنيو اهيت، بس هي مالها شكلها كده ليه؟ مش زي المنيوز اللي في المواقع التانيه، ده لان احنا ايه لسه بنستخدم المنيو كبلوك ايتم. هنيجي هنا احنا عايزين الليست ايتم ديت بدل ما هي تبقى بلوك تبقى ايه ان لاين اليمنت، ماشي. فهقول له هنا اهو هاج ناف ال اي كلها، ماشي. اول حاجه هنقول له هنا الديسبلاي ان لاين، شوف كلها على سطر واحد، ونحط لها بادنج
هنقول مثلا البادنج 15 بيكسل ماشي، والفيرجوال الاينمنت هتبقى ايه ميدل في المنتصف اوكي. ولو جينا هنا عملنا فايل سيف اول هنلاقي المنيو الى حد ما بدأت ايه تظبط معانا زي ما انتم شايفين ايه كده اهوت تمام كده اهوت. بعد كده تعالوا ننسق بقى الانكر تاج او الهايبر لينك ماشي. انا اسف ده المفروض ده يكون هنا داخل الهايبر لينك مش بره اهوت. فايل سيف اول ونيجي هنا ريفريش هتلاقي هنا ايه اللينكات بتاعتها ماشي. فهنحط هنا هاش ناف انكور تاج ماشي، وهنبدا نحط مثلا هنا ايه التكست الديكوريشن بتاعي هنقول ان هو نون. وبالنسبه للكالر ممكن نستخدم كالر ممكن هاش 00F ماشي، ونحط هنا البادنج بتاعنا هنقول مثلا ايه 8 بيكسل و 8 بيكسل ومن فوق 8 بيكسل ومن تحت 8 برضو بيكسل نحطهم مرة واحدة وخلاص. وهنا الكولور الكالر هنقول هيخليه مثلا وايت. انا دخلت الكالر قبل كده امسح ده، والبادنج يستحسن تدخله مرة واحدة بس اوكي. الواحد سرح هو شغال. وهنا الفيرجوال فيرجوال الاينمنت هيبقى هنا ايه تمام كده. نعمل فايل سيف اول نيجي نشوف النتيجة اهيت زي ما انتوا ايه شايفين كده اهوت كده بقى ليها شكل الى حد ما. هنيجي بقى هنا نغير نعمل برضو هنا ايه داش ناف ايه اوفر وهنا الكولر نخليه بلاك والباك جراوند كولر نخليه مثلا بليس هولد مود اوكي. هنا نعمل سيف اول ريفريش اهو زي ما انتم شايفين كده اهو شايفين بقت عامله ازاي اللينكات بقى شكلها اظرف ايه بكتير. طبعا احنا كده بنتكلم لسه عن المنيوز في المستوى الاولاني، هنرجع هناخد بعض الحاجات وبعد كده هنرجع للمنيوز تاني هنتكلم ازاي تعمل منيو جوه منيو بحيث ان انت لما تقف على المنيو كده تنزل لك دروب داون، الدروب داون دي تدخلك وبرده المنيو الواقفه تقف هنا فتطلع لك منيو تاني او تدوس عليها تفتح لك منيو تحتيها. كل ده هنشرحه في مستقبل الكورس ان شاء الله، بس في البدايه لازم نديكوا حاجات بتوين كده وليفل ايه التاني ماشي. في النهايه يا ريت لو عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقه قادمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.